بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا مستمعينا الافاضل اينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحيه مع هذه الانطلاقات المتواصله والمتميزه، شوط يليه الاخر من انطلاقات الخير والبركه ضمن فعاليات وانطلاقات اول ايام هذا السباق المحلي الخامس. انطلاقات سن الحقائق وانطلاقه شوطنا السابع المخصص لفئه الابكار، والمسافه هي 4 كيلومترات. نسير واياكم ونتابع مجريات وامور هذا الشوط. نسير للصداره للبدايه الاولى لكياره خطيره على المركز الاول، غانم بن سعد بن راشد النابت المري يقدم لنا خطيره، بينما المركز الثاني من تسللت بدورها وانتقلت للصدارة الذيبة لصالح بن جابر بن مسعود. آل عوير يقدم لنا انطلاقة الذيبة على الصدارة وعلى البداية. المركز الثاني خطيرة، غانم بن سعد بن راشد النابت المري مع المركز الثاني. المركز الثالث أو تابع كرارة، حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني يقدم لنا انطلاقة كرارة. المركز الرابع حضور لحمد بن فرج بن هادي بن معيان المري يقدم لنا حضور، وراء التسلل من قبل رسمة لجار الله بن عبد الله بن جار الله بن ذروة من يقدم لنا رسمة حسب الاسم المدون لديه في كشف. وتابع المركز الخامس غزر لعلي بن حمد بن محمد بن طفلة المري مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع للمراكز الخمس المتقدمة المتميزة مع انطلاق ومسار هذا الشوط. بنعود عند الذيبة اللي على الصدارة على المركز الأول، صالح بن جابر بن مسعود آل عوير يقدم لنا انطلاقة الذيبة. ركز والتركيز مطلوب مع انطلاقات سن الحقائق، سن المفاجآت والإثارة. لكنه تابع المركز الثاني سمحة فهد بن ناصر بن عبد الله الجبر النعيمي يقدم لنا انطلاقة سمحة مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار فاران بن عتيق آل بريد يقدم لنا سهم محمد بن فاران بن عتيق آل بريد مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع في هذه اللحظات، المركز الثالث في هذه اللحظات رسمة على المركز الثالث، جار الله بن عبد الله بن جار الله بن ذروة يقدم لنا المركز الثالث ويقدم لنا الرسمة على المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الأيمن وتابع في هذه اللحظات، المركز الرابع يبدو لشعار بن هدوان أو تابع انطلاقة سمحة فهد بن ناصر بن عبد الله الجبر النعيمي يقدم لنا انطلاقة سمحة، وتابع ايضا التدخل من قبل الشعارات اللي بدلت بدورها وانتقلت للصداره للبدايه. وتابع كفى لحمد بن سعد بن حمد النابت المري يقدم لنا انطلاقه كفى، وتابع شروق لمحمد بن طحنون بن جابر بن مهيره يقدم لنا انطلاقه شروق على الصداره على البدايه. المركز الثاني يتابع الذيبه من تراجعت في هذه اللحظات، صالح بن جابر بن مسعود آل عوير، وتابع انطلاقة صيد، وتابع الأسماء الغادمة في هذه اللحظات. محمد بن فاران بن عتيق آل بريد يقدم لنا سهم مع المركز الثاني. المركز الثالث من الغادم من الواصل أرى شديدة، ناصر بن راشد بن شابل، وتابع في هذه اللحظات تصل فدا مع المركز الثالث جابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك مع المركز الثالث. انحصرت المنافسة ما بين الثلاث المراكز المتقدمة، بن مهيرة والبريدي وبن دلموك. السلام حاير ما بين الأبطال ما بين العمالقة. وتابع الغادمون كرارة حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان يقدم لنا انطلاقة
مدينه كراره على المركز الرابع، المركز الخامس وتابع اللي وصلت اللي حضرت وصلت الباسله سعد بن محمد بن سعد النابت يصل الدعبه، لكن بندلموك يبحث عن الهاتريك عن النقطه الثالثه الصباحيه لهذا الشعار المميز دائما شعار بندلموك على الصداره على البدايه يقدم لنا هذا الاداء المتميز الاكثر من رايه حتى هذه اللحظات. المركز الثاني يتابع انطلاقه سهم محمد بن فراس بن عتيق آل بريد، لكن بندلموك يقدم لنا فدا كما قدم لنا كراره كما قدم لنا الديم. مشكور بندلموك مشكور على هذا الاداء المميز الاكثر من رايح، الهاتريك مع انطلاقه فدا على البدايه على الصداره. سلام بندلموك، سلام تحيه واحترام على هذا الاداء المميز. المركز الثاني سهم لمحمد بن فرح بن عتيق آل بريد، المركز الثالث الباسله لسعد بن محمد بن سعد النابت، والمركز الرابع مخايل لمحمد بن علي بن حمد آل فهيده المري، والمركز الخامس ترند لجاسم بن حمد بن سالم بن علي الزرعي.